أقامت مؤسسة اسمعني للطفولة والأمومة بالشراكة والتعاون مع المؤسسة المصرية لحقوق الصم والمترجمين احتفالية داخل مركز التعليم المدني في حي الزمالك في ختام أسبوع الأصم العربي. وأكد المركز الإعلامي للمؤسستين أن تلك الاحتفالية هي نواة لمؤتمر قومي يطمح لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية في سوق العمل، انطلاقا من الاهتمام بتوصيات الأسبوع العربي للأصم. وشعاره للعام الحالي فرص عمل عادلة للصم وضعاف السمع من النساء والرجال. احتفال باليوم الأصم العربي، ويعني أنا لما باجي أنا مش خبير في الإعاقة السمعية بصفة خاصة، لكن أنا داعم للحركة بتاعة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولما باجي كل يعني كم سنة بتابع التقدم اللي بيحصل في كافة المجالات المرتبطة بالإعاقة السمعية، بدءا من الاكتشاف المبكر اللي دلوقتي بقى يتم في جهات كتيرة تابعة لوزارة الصحة وخارج وزارة الصحة. قدرنا ان احنا نطلع أصم يقدر يطلع يسوق لنفسه من خلال ورقة سي في يقدر يبعتها على الانترنت لأي شركة ويقول مهاراته في السي في عبارة عن ايه، وازاي يقدر يقعد يعمل انترفيو مع الاتش ار ويجتاز الانترفيو بأي سؤال يسأله. ده في حد ذاته بالنسبة لأشخاص الصم وضعاف السمع دي حاجة أو نقلة كبيرة جدا ليهم. قدرنا في خلال شهر تقريبا بناخد مجموعة من الطلبة نقدم ليها شكل التدريب بشكل مختلف، زي ما احنا جبنا الطلبة بدأنا كمان نعمل عليهم اختبارات مين المناسب للتدريب، مش أي حد كان يقدر يلتحق. بعد كده قعدناهم مع ناس متخصصة في سوق العمل، يقدر هو لقينا كمان فجوة ان هو مش عارف سوق العمل محتاج ايه هي السكيلز اللي مفقودة عنده، عشان كده دايما بيترفض. كمان حاولنا يبقى الطلبة من الجامعة نفسها أو لسه ما تخرجش، بحيث يبقى سهل عليه يعد نفسه من دلوقتي. تمشي مع رؤية الدولة المصرية برضو في أهداف التنمية المستدامة واستحداث وظائف المستقبل واستخدام التكنولوجيا في كل شيء، فكان لازم برضو الصم وضعاف السمع يكون يتواكب هذه السوق هذه التطورات. فبالتالي أن خريج الجامعات المصرية من الصم وضعاف السمع غير مؤهل لسوق العمل، فبالتالي كان لازم يتوفر له تدريبات تكنولوجية تناسب المرحلة دي وتناسب التطورات اللي بتعيشها الدولة المصرية. بدأنا بالمحامين، فئة المحامين، دربنا حوالي 20 محامي على لغة الإشارة وعلى القوانين الدولية والقوانين المحلية لاستخدامها أثناء المرافعة وأثناء تقديم المذكرات وهكذا.